التعادل راه ايجابي بالنسبه للمغرب لان الماتش كان قاصح ودرجه الحراره كما قلت لك قبيله انا توقعت النتيجه قبل من اللقاء قلت لك اما واحد لواحد اما جوج لجوج. التعادل يخدمنا احنا بزاف بالنسبه للمغرب دايزين ان شاء الله واحسن حاجه داروا هو ما تصرفوش شي تصرف صبياني كانت الدوزيام ميطه قاصحه بزاف كون كان داروا شي تصرف ماشي هو هذاك كون كان تسرد شي واحد في المنتخب وصدقنا شي ما درناه ولكن احسن حاجه هي التعادل نخرجوا بنقطه اللهم نقطه ولا صفر. الماتش كان مزيان ولكن كان شويه صعوبات كان عليهم اللعبه شويه الضغوط ولكن الحمد لله قدموا ماتش مزيان ما عجبناش الحال ولكن الحمد لله عندنا 4 نقاط لحد الساعه الحمد لله الله يعطيهم الصحه ونتمنى لهم مسار موفق. فرحانه بيان سور شجعنا لعبوا من نيتهم شجعنا من نيتنا هذا الشيء اللي عطى الله تعادل سي با غراف وليد الركرا كيجي قدام كنبغي بحال بابا بحال خويا بحال كلشي بحال خوتنا كاملين كنبغيهم بحال خوتنا بحال كنعرفوهم بيرسونيلمون ويا ربي يا ربي هاد الكاس بركه يا ربي رغم الصراحه مقابله صعيبه حنا كنت متوقع تكون مقابله صعيبه يعني هذا هو المنتخب اصعب واحد معنا في المجموعه هو الكونغو المنتخب طنزي ساهل وحتى المقابله اللي غتكون مع زامبيا ان شاء الله غندوزو انا متاكد غادي نربحو انا كنت قبل قلت غنربحو بجوج واحد كان بامكاننا نربحو بجوج واحد لولا الظروف اللي شفنا المباراه وشفنا داك الحكم وشفنا كيفاش الرطوبه اللي دارت الحراره شويه عطرت على اللعابه وكان بامكاننا نربحو لكن شاف حد ذاته هذه نقطه ايجابيه ويعني غادي ننتظروا لنا مباراه بحال هذه المباراه الا دينا الدور الثاني اكيد غادي نلقاو مباراه بحال هكا يعني يجب على وليد الركراكي لياقه بدنيه ويكون على الدراري وما يستهانوش بالخصوم وان شاء الله ان شاء الله المغرب غيدي كاس افريقيا خاصنا غير ندعموهم وحنا من وراهم يعني ماشي نهايه العالم باقي المنتخب غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله وديما مغرب. المقابله ديال اليوم كانت مقابله كان الجو اثر على اللاعبين كنشوفوا زياد كيلعب بالليل ما كيلعبش بالنهار زياد كان الاجواء حار كنبغي نشكر اللاعبين على هذه المقابله وان شاء الله القادم اجمل ديار والجماهير اللي جات اليوم يا راه كاينين الجماهير كلشي جا الحمد لله المغرب راه هو اللي غيدي كوب دافريك وديما مغرب. الماتش داز زوين كلشي زوين واللعابه لعبوا مزيان غير المشكل كاين في الرطوبه داكشي علاش ولكن كوراج ليهم والله يسهل عليهم ولعبوا مزيان وديما مغرب. المباراه اللي كانت دات في ظروف شيء ما قاسيه لنظر الرطوبه وعامل الحراره وداكشي في نظري يعني النتيجه كانت مرضيه لان المغرب المنتخب الوطني المغربي بذل قصارى جهدي انه يفوز في هذه المباراه ويمر مبكرا للدور الثاني لكن للاسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في بعض الاحيان لكن كما يعلم الجميع وكما ان الشعب المغربي والجمهور المغربي العالمي كله ثقه في الناخب الوطني وليد الركراكي والطاقم التقني واللعابه وداك الشيء باش يدوزوا ان شاء الله في المباراة الثالثة ويحاولوا أنهم يمروا كأول مجموعة بالانتصار إن شاء الله والفوز.